مالك مخرج مخرج مالك ايه انا هذا مخرجي قوم 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 بختنا مجاني ايه الله معك ايه هيا ايه قوم 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 مخرجي ايه هذا هيا هيا مخرجي قوم قوم ايش الذي خلاك تتفاعل مع الموقف؟ يعني في ركض ضوئي بيستهزئ به كانه مشو انسان عنده مجنون. كيف مجنون؟ هذا انسان يجعل في نفسه قيمه وحميل للناس، مجنون على اذا هو مجنون خليه في حال سبيله. هو فاقد العقل مش فاقد الاحساس. اكيد. ايش رايك بالناس الذي تعامل المختلين عقليا بهذه الطريقه؟ هذا مشو انسان. يدخل في قائمة الحيوانات وكان ما يزش الله بعقل. في ناس بالذات الشباب والمراهقين يجلسوا لو لقوا مجنون يجلسوا يؤذوا علشان يخلوا مصدر تسلية. ايش رايك فيهم؟ هذولا ما بيش عندهم انسانية ولا قيمة للحياة. برايك ايش الحل علشان نوعي الناس هؤلاء؟ ايش ضروري نفعل؟ ايش الذي يشتغل؟ يطرح الانسان قيمته بمكان الشخص هذا المختل عقليا. ويبصر الناس بما يعني يقوموا ب رسالة توجهها لهم. والله أنصح كل إنسان إنه يعطف مع أي شخص يرى في حالة إنه بعض الأحيان يجي والإنسان
ما بيش معها كود يومها وكذا ما بيجينش من سلا ما بيجينش من سلا اكيد والله مع الموقف هذا انه ما حد يقدر ينساه شهد لله حتى ولو هو مجنون يعني ما يصلحش فعل بها هذا ولا يضرباه ولا مشعفل هذا ما مجنون له هو كان يعني ولو عاد يدي له كلمتين ولا يقول له خير انا ولا اما يقوم يضاربه ويدافع ما هذا له من طبعنا ولا شيء. ايش رايك في الناس الذي تتصرف او تعامل المختلين عقليا بنفس الطريقه هذه؟ والله هذا ما هو تعامل ولا هو من اخلاقنا ولا هو من يعني ما يسبر هذا الصوت. حتى الموقف هنا والله نرفزني اليوم. برايك ايش الذي ينقص المجنون او المختل عقليا عشان نهون عليه الذي هو فيه؟ ولا بينقصها شيء لو من بيهتم به ولا بيشله ويطرحه عنده ويصلحه ويزينه ويرتبه. والله انه يوقع احسن مننا واحسن من لا نقول له لا مجنون ولا حاجه. والله المنظر مستفز يعني انا كنت نازل اشتري بن وحاجات طرف الشارع شفت المنظر حاجه غريبه على المجتمع حقنا يعني. حاجة غريبة ان المجتمع ما بيعامل المجنون بهذه الطريقة. اكيد ان الواحد يعني بهذه الطريقة يتعامل مع انسان مختل عقلي ولا شيء. في ناس كثير بتعامل بنفس الطريقة. ما اعتقدش يعني انا اول مرة بصير هذا المنظر قبالي يعني بهذا التهجم يعني شدني هذا المنظر ونزلت طوالي. ايش رايك بالناس الذي تعامل المختل عقليا او المشرد الذي في الشوارع بنفس الطريقة؟ والله اعتقد ان هؤلاء مختلين عقليا هم يعني يراجعوا اي طبيب. رسالة توجهها للناس الذي بتعاملهم بنفس الطريقة. رسالة للمجتمع انه يتعامل مع الناس اي انسان كان يعني الانسانية قبل كل شيء. يتعاملوا مع الشخص هذا قد يكون مريض قد يكون صاب شيء. يجب ان نحتوي يعني نوقف معه. نقدر ظرفه الذي يمر به.